أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. على موقع يقين نت، معهد واشنطن: خروج القوات الأمريكية من العراق لن يصب بمصلحة إيران. العربي الجديد: البيان الختامي لقمة العلا، نهاية الخلاف الخليجي وتعزيز التعاون. على الشرق الأوسط: مصر توقع على بيان العلا وتثمن جهود المصالحة مع قطر. عربي 21: السلطة الفلسطينية وفتح وحماس يرحبون بالمصالحة الخليجية. على القدس العربي: قمة العلا، عودة العلاقات الدبلوماسية بين دول الحصار وقطر وطي صفحة الخلافات. واشنطن بوست: الصين تنقل قمعها للمسلمين إلى الولايات المتحدة والدول الغربية. العرب اللندنية: ابتزاز إيراني لكوريا الجنوبية، ناقلتكم مقابل أموالنا المجمدة. نبدأ بمقال الكاتب ماجد السمرائي على صحيفة العرب اللندنية. جو بايدن الذي سيصبح رئيسا في 20 من هذا الشهر استند في مشروعه عام 2007 لتقسيم العراق الذي وافق عليه الكونغرس على هذه الأفكار اليمينية رغم ادعاءات الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بالتقدمية. هذا المشروع ما زال قائما تستند على شرعيته الإدارات الأمريكية اليوم وفي المستقبل، ما يعني إنهاء العراق ككيان سياسي واستبداله بآخر. هذا المقال للكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية، نطالع. جو بايدن الذي سيصبح رئيسا في 20 من هذا الشهر استند في مشروعه عام 2007 لتقسيم العراق الذي وافق عليه الكونغرس على هذه الأفكار اليمينية رغم ادعاءات الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بالتقدمية. هذا المشروع ما زال قائما تستند على شرعيته الإدارات الأمريكية اليوم وفي المستقبل، ما يعني إنهاء العراق ككيان سياسي واستبداله بآخر. ما قامت به سلطة الاحتلال الأمريكي بعد أبريل 2003 في بناء نظام سياسي ببغداد قائم على الطائفية تقصد به حكم الشيعة تفسيرا لفكرة المكونات التي أصبحت ركنا أساسيا في دستور 2005 غرضها منه إنهاء العراق ككيان وهوية قد يحافظ على ديكوره بالاسم والعلم والنقد والخارطة الشكلية لكن عمليا لا وجود له. يبقى مشروع التقسيم الفعلي جاهزا للتنفيذ، يتم ترويج فكرته من قبل الزعامات الشيعية عند إحساسها بالمخاطر الجدية لضياع حكم الجغرافيا العربية للبلد، فلا ولاية لهم على منطقة كردستان، ويظل الدفاع الإعلامي عن اسم العراق مجرد شعار. شيعة السلطة في بغداد لا يؤمنون بوجود عراق خارج سلطتهم الأبدية، ما دام سلطة ولي الفقيه في طهران قائمة. وحين ترحل بفعل نضال الشعوب الإيرانية العريقة، تحسب الأيام المتبقية لسلطة الأحزاب الشيعية ببغداد، عندها ينتهي عراق إيران، ألم يقل شباب ثورة أكتوبر نريد وطن؟ يقول الكاتب إن الرئيس الأمريكي بايدن لن يروج لمشروع التقسيم الفيدرالي أو لتقسيم الفيدرالي المصادق عليه من الكونغرس، ولن ينفذه إلا بعد أن تصل تداعيات النظام في بغداد مرحلة الانهيار. وها هي علامات الانهيار قوية في النظام الاقتصادي والمالي الذي تبقيه على الحياة دفقات العائدات النفطية إذا ما ارتفع سعر النفط. إلى صحيفة القدس العربي، إذ كتبت هيفاء زنجنا بعنوان عالم الإنترنت يتحدى النظام العراقي: غالبا ما يلجأ الصحفيون في نهاية العام أو بداية العام الجديد إلى جرد أهم الأحداث في بلدانهم والعالم، خطوة يرونها ضرورية لاستشراف المستقبل واستخلاص الدروس.
خطوة تساعد أحيانا وحسب موقع الصحفي على الدفع لتغيير مسار سياسي حكومي أو اتجاه عام يؤثر على عملية الجرد، وهي عملية انتقائية بالضرورة مدى أهمية الخبر على بلد الصحفي تبينها أولا. ولكن في العراق الأمر مختلف، مع ذلك هناك تحدي من قبل العراقيين للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث مكان صحافتهم. هذا المقال الكاتبة هيفاء زنقنة في صحيفة القدس العربي، نتابع. يشكل النظام العراقي الجديد الديمقراطي بعيدا عن الدخول فيما يسمى منافسة الضحايا حول من هو الأكثر تعرضا للقمع نموذجا جيدا يؤهله لاحتلال مكانة متميزة توازي مكانته المتقدمة في قائمة الفساد بين أنظمة الدول العربية المستشرسة في معاقبة شعوبها. وخلافا لما يجري الترويج له عن حرية التعبير في العراق الجديد، تؤكد كل التقارير الحقوقية الدولية والمحلية أن الصحفي المستقل والناشط الحقوقي وكل مواطن يرفض التزام الصمت إجاء جرائم النظام معرض للعقاب بأشكال ودرجات مختلفة، تبدأ بالتهديد والاعتداء الجسدي وتنتهي بالخطف أو الاغتيال، فكل الطرق مفتوحة والأبواب مشرعة حين يتمتع القتلة بالحصانة من المسؤولية والمقاضاة، مما يجعل العراق واحدا من البلدان الأكثر خطرا على الصحفيين والناشطين المستقلين حسب عشرات التقارير الحقوقية، من بينها مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي وثق قائمة تضم 43 ناشطا تعرضوا للتهديد بالقتل المباشر جنوب العراق عام 2020، مما اضطرهم جميعا إلى مغادرة مدنهم. كما وثق مرصد الحريات الصحفية انتهاكات 2019، وقد بلغت 477 انتهاكا، أثبت عالم الإنترنت أنه بعبوره حدود البلدان أكبر وأوسع من أن تحده قضبان السجن، وأن المواطن العادي لم يعد مجرد متلقي للأخبار الجاهزة المؤدلجة. إن حجم ما يعيشه الصحفيون والناشطون منذ العام 2003 وحتى اليوم، سواء تحت الاحتلال الأمريكي المباشر أو غير المباشر بالتزامن مع انتخاب الحكومات وتحكم الميليشيات المدعومة إيرانيا بها وبالشارع، يجعلهم معاقين في أداء عملهم وتحديد الأهم من المهم وفرز المهم من غير المهم ونشر المعلومة الموثقة وإضاءة المستور من الممارسات الحكومية والمجتمعية، أي المساهمة في نشر التوعية حول كل ما يدور في البلد. على العربي الجديد كتب إياد الدنيمي تحت عنوان إسرائيل في اللعبة الإيرانية الأمريكية، كتب: تعالت التصريحات والتهديدات وكذلك المضادة بين طهران وواشنطن مع الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد مطلع العام 2020، ومعه نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس. حول الموضوع هذا كتب إياد الدنيمي في صحيفة العربي الجديد مقالا لفهم طبيعة ما يجري اليوم في المنطقة، نطالع سويا. نعم، قد تبدو سياسة حافة الهاوية محفوفة بالمخاطر، فأي خطأ قد يكون غير مقصود سيؤدي إلى السقوط في هاوية لا يمكن معرفة مدياتها. لكن واشنطن وطهران تدركان أن وجودها بات حاجة للآخر منذ احتلال بغداد عام 2003، والذي أسمت فيه إيران هسآما مباشرا وصولا إلى تحالفات غير معلنة لإدارة الحرب على تنظيم داعش في العراق، ناهيك عن تفاهمات أخرى غير مكتوبة وغير معلنة لإدارة تفاصيل اللعبة في سوريا. فالنظام بزعامة الطاغية بشار الأسد يسقط ولا الثورة تنتصر، ولكن متغيرا جديدا دخل المنطقة ودخل أيضا وسط اللعبة الأمريكية الإيرانية التي تحكم المنطقة منذ عقد ونصف العقد، هو العامل الإسرائيلي. فدولة الاحتلال ومن خلال تطبيعها مع الإمارات والبحرين باتت هي الأخرى على مقربة من برميل البارود المشتعل، وهو متغير قد يؤدي إلى تخريب اللعبة الأمريكية الإيرانية، وقد يسرع بإشعال فتيل الحرب المنتظرة والتي لا تقع بين واشنطن وطهران على الرغم من كل التصريحات والتهديدات.
ليست التهديدات الإيرانية الأمريكية المتبادلة جديدة، فهي منذ سنوات تتصاعد وتصل إلى الذروة قبل أن تعود جذوتها إلى الانطفاء وكأن شيئا لم يكن. فكلا الدولتين أمريكا وإيران تعرفان جيدا حدود اللعبة في هذه المنطقة المشتعلة على الدوام، وكلاهما يجيد مقومات لعبة حافة الهاوية من دون السقوط فيها، فأي حرب في هذه البقعة قد تؤدي إلى نتائج لا يمكن توقعها، خصوصا في ظل ما تملكه واشنطن وطهران من أوراق لعب. في زيارته لبغداد، وزير الطاقة الإيراني يملي شروطه لاستئناف ضخ الغاز في 5 يناير، في دقائق قبيل زيارة وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان إلى بغداد، التي قيل إنها أعادت تدفقات الغاز الإيراني إلى مجاريها. قال موقع ميدل إيست أونلاين إن قرار إيران تقليص إمداداته سيزيد من معاناة العراقيين، إذ أن الطاقة الكهربائية ستتأثر بشكل كبير وستتضاعف ساعات القطع الشحيحة أصلا. وأكد ذلك المتحدث باسم وزارة الكهرباء بالقول إن العاصمة بغداد والفرات الأوسط على مشارف أزمة كهرباء بسبب تلويح إيران بتقليل تجهيز وقود الغاز للعراق لعدم تسديد ديونه. تقرير لموقع وكالة يقين نت حول الغاز الإيراني المصدر إلى العراق نطالعه. يبدو أن المسؤولين العراقيين رضخوا لشروط إيرانية لاستئناف الضخ بالمستويات السابقة أملاها الوزير الإيراني عليهم خلال زيارته. وقال مسؤول مخول بوزارة الكهرباء إن اجتماعا بين الوزير الإيراني ونظيره العراقي ماجد مهدي أفضى إلى الاتفاق على تسوية المشاكل العالقة، وسيتم معاودة ضخ الغاز تدريجيا ليصل إلى المستويات الطبيعية السابقة. وأصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بيانا قال فيه إن أردكانيان نقل تعهدات الحكومة الإيرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية. وعبارة أسباب فنية تتناقض مع تصريحات كل من المتحدث باسم الوزارة العراقية وبيان الشراكة الإيرانية، وحتى مع تصريحات الوزير الإيراني الذي نقلت عنه وكالة إيرانية رسمية قوله إن العراق سدد جزءا لا بأس به من ديونه لشركتي الغاز والكهرباء الحكوميتين الإيرانيتين دون ذكر المبلغ الذي تم تسديده. ويبدو أن الإيرانيين سيشترون لقاحا لفيروس كورونا بأموال عراقية بعد موافقة واشنطن على تحويل 244 مليون دولار لهذا الغرض من تحالف كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة العالمية. فقد أخبر الوزير الإيراني الوكالة أن التوصل قد تم إلى اتفاقيات جديدة مع مسؤولين عراقيين لشراء لقاح فيروس كورونا باستخدام موارد إيران المالية الموجودة في العراق. الواشنطن بوست تقول الصين تنقل قمعها للمسلمين إلى الولايات المتحدة والدول الغربية، إذ اتهمت صحيفة واشنطن بوست الصين بتصدير قمعها الوحشي ضد المدافعين عن المسلمين الإيغور إلى الولايات المتحدة. وقالت في افتتاحيتها إن الصين لم تقع فقط باضطهاد كل المعارضين في داخل حدودها، بل وزاد الحزب الشيوعي الصيني من جهوده القاسية لإسكات النقاد الأجانب بما في ذلك الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية الأخرى. نتابع. كشفت عائلة إيغورية تقيم في الولايات المتحدة عن الحكم على أحد أقاربها بالسجن مدة 20 عاما في رد على نشاطهم بالخارج. فقد اختفت الطبيبة المتقاعدة غولشان عباس في أيلول سبتمبر 2018 من أرومقي عاصمة إقليم تشينغيانغ والذي تشن فيه الصين حملة لمحو ثقافة الإقليم الذي تسكنه غالبية مسلمة من الإيغور، واعتقلت حوالي 1 مليون مسلم في مراكز احتجاز أطلقت عليها إعادة تعليم، وتم نقل عدد كبير منهم في وقت لاحق إلى العمالة القسرية. وأنشقت شقيقة عباس روشان عباس مجموعة للدفاع عنها في واشنطن الحملة من أجل الإيغور بهدف توعية الرأي العام بالجرائم غير العادية في حقوق الإنسان،
واختفت شقيقتها الكبرى بعد أيام من مشاركتها العامة في جلسة نقاش عقدها معهد هيتسون لمناقشة الظروف التي يعيشها المسلمون في المحتشدات ومراكز الاعتقال. وعلمت روشان عباس وابنة أختها زيبة مرات عن الحكم على جولشان عباس بالسجن مدة 20 عاما بعد توجيه تهم إرهاب لها، وكانت جريمتها الوحيدة هي العلاقة مع المنظمة الحقوقية التي تنشط فيها شقيقتها والتي صنفتها بكين كمنظمة إرهابية. وتقول الصحيفة إن اعتقال الإيغور ممن لهم صلات في الولايات المتحدة ليس أسلوبا جديدا يستخدمه النظام الصيني. وعلقت الصحيفة أن الحملة ضد المسلمين الإيغور تمثل تحديا كبيرا للرئيس المنتخب جوزيف بايدن الذي يجب عليه العثور على طرق وتدفيع الصين الثمن على ما يصل حملة إبادة ثقافية. الاندبندنت تكشف جوليان أسانج لم يكشف أسرار أمريكا بل عراها وكذلك حلفائها وفشل ترحيله انتصار له. تساءل المعلق باتريك كوبرن في صحيفة الاندبندنت عن معاني فشل المحاولة الأمريكية ترحيل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، وقال إن حملة الحكومة الأمريكية التي مضى عليها 10 أعوام لتجريم التقارير الناقدة لأفعالها فشلت في ظروف خاصة وفي القرار غير المتوقع من محكمة بريطانية رفض الطلب الأمريكي بترحيل أسانج. نتابع. لو نجحت الولايات المتحدة في طلب ترحيل أسانج لمواجهة 17 تهمة بناء على قانون التجسس الصادر عام 1917 وتهمة أخرى لها علاقة بالقرصنة على الكمبيوتر لحكم عليه بالسجن 175 عاما في السجون الأمريكية، وكان الحكم عليه بمثابة ضربة قوية لحرية الصحافة لأن ما يتهم به هو ما يفعله كل صحفي ومؤسسة إعلامية، أي العثور على معلومات مهمة قد تعتبرها الحكومات التي تهمهما مصلحتها سرية أو غير سرية، ومن ثم مررها إلى الرأي العام حتى يتوصل بنفسه لحكم قائم على الدليل ويتعلق بالعالم الذي يعيشون فيه. وكان من أشهر الوثائق التي نشرت في ذلك الوقت فيلم فيديو التقطته مروحية عسكرية في بغداد عام 2007 عندما فتحت النار على المدنيين وقتلتهم، ومن بينهم صحفيان كانا يعملان لصالح وكالة أنباء رويترز. وزعم البنتاغون أن المستهدفين كانوا إرهابيين ورفض الكشف عن الفيديو رغم طلبات الإفراج عنه بناء على قانون حرية المعلومات. وكانت محتويات شريط فيديو مروحية أباتشي وآلاف من التقارير التي صدمت محللا استخباراتيا أمريكيا اسمه برادلي مينينغ، غير اسمه إلى تشيلسي مينينغ بشكل جعلها تقدم الوثائق إلى ويكيليكس. فشل محاولة ترحيل أسانج أو تأكدت برفضي لو تأكدت هي برفض الاستئناف ستخرجهم من الورطة ولن يحتاجوا لأن يتخذوا مواقف بعد الآن. وهذا هو أهم ملمح مثير للقلق في حالة أسانج، وهو استعداد الإعلام الوقوف موقف المتفرج أمام أعظم هجوم على حرية الصحافة في التاريخ الحديث. سمكة تونة تباع بأكثر من 20 مليون ين في مزاد باليابان. من طوكيو حيث بيعت سمكة تونة ضخمة زرقاء الزعانف مقابل 20 مليون و800 ألف ين أي 202 ألف دولار في طوكيو الثلاثاء في أول مزاد هذا العام في سوق السمك الرئيسة في المدينة. ويقل هذا السعر كثيرا عن أعلى سعر تم تسجيله في العام الماضي البالغ 193 مليون ين. وجاء المزاد الأول بالعام الجديد بينما حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي سكان العاصمة مرارا وتكرارا على الامتناع عن الخروج غير الضروري وغير العاجل من أجل الحد من الإصابة بفيروس كورونا. وتم اصطياد السمكة في أوما بالطرف الشمالي لجزيرة هونشو في شمالي اليابان، وتعد هذه المنطقة
الأفضل لاصطياد أسماك التونة في البلاد. إلى الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتيرية. إلى صدى أقلام من جديد في أمان الله.